تعتبر إدارة مواقع النزوح في ظل الأزمات أمراً معقداً. الضغوط والمسؤوليات كبيرة جداً، وغالباً ما يواجه العاملون في الاستجابة الإنسانية شح في الموارد وضغوط كثيرة في العمل. بغض النظر عن هذه التحديات، يجب أن ينال الأشخاص النازحون احتراماً لحقوقهم واحتياجاتهم بطريقة تعزز من كرامتهم، سواء وجدوا ملجأً في بلادهم أو عبروا الحدود. تحدد المعايير الدنيا لإدارة المخيمات كيفية القيام بذلك بصورة واضحة. ستعمل إدارة المواقع مع السكان بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، وستنسق بشكل فعال مع جميع الجهات المشاركة في الاستجابة. تساعد المؤشرات الرئيسية مدراء المواقع على قياس جودة عملهم. يمكن للأشخاص البحث عن ملجأ في نطاق واسع من خيارات الإقامة المؤقتة، ولكن بغض النظر عن خيارات الإقامة، فإن وجود المعايير الدنيا لإدارة المخيمات هي لأجل المساعدة في تحقيق قدر أكبر من الإنجاز للنازحين في كل مكان.